مساء الخير. النهاردة هنراجع Sun Translations بعد التراجم المهمة لمنهج الصف الثالث الثانوي كأحداث جارية وإنجازات للرئيس في هذه الفترة الحالية. تعالوا معايا. بيبدأ يقول لي Scientific research is very important as it paves the way toward a better life. البحث العلمي يكون هام جدا. اول مصطلح تحفظه بيف زويته يمهد الطريق لي، يبقى لانه يمهد الطريق الى اتجاه ابيتر لايف، حياه افضل. طب نشوف اللي بعدها. بتدعو للمشاركه الايجابيه. Everyone should play a positive role in developing our country and achieving progress. يجب على كل فرد ان يلعب دورا ايجابيا في تطور او تنمية دولتنا وطننا وتحقيق بروجريس التقدم. رواد الفضاء. يستطيع رواد الفضاء ممارسة رياضة انعدام الوزن اثناء مهمتهم في الفضاء. انا ببدأ باسترونوت كان براكتس اور دو ويتلس سبورتس، رياضات انعدام الوزن during their mission، مهمة ميشن ان بلانتس، كواكب بلانتس، لانك لو انت قلت بلانتس يبقى نباتات. لم يعد الفضاء غامضا بفضل المجهودات العظيمه للعلماء. هبدا بسبيس از نو لونجر، لم يعد غامض امبيجوس، معاك كلمه امبيجوس، معاك ميستيريوس، معاك ابسرد، معاك فيج. بفضل ديو تو، بفضل ثانكس تو، بفضل اوينج تو، بفضل المجهودات العظيمه العلماء. تجيبها منين بقى؟ جريت ايفورتس اوف ساينتست، يبقى ذا جريت فورتس اوف ساينتست. تعال نشوف كده معايا. There is no doubt، لا يوجد شك. Smoking is a fatal habit. التدخين fatal habit، عادة فتاكة. So the number of smoking، عدد المدخنين victims، الضحايا. أول كلمة يبقى عدد ضحايا المدخنين يزداد طوال الوقت. منذ اختراع الراديو والتلفزيون leisure time activities اللي هي أنشطة الفراغ، أنشطة وقت الفراغ have totally changed، تغيرت تماما. تمام، عايزين نشوف دي كده. تبذل الحكومة كل ما في وسعها لزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة. هنبدأ بـ The government does its best، does its best أو exerts great efforts to increase، لزيادة production، الإنتاج، increase the production. المصطلح على تحفظ زي اسمك and raise the standard of living، raise the standard of living. طيب نشوف الجامعة هي المكان حيث الطلاب يتعلموا. أهم مصطلح keep up with، يساير. The latest technological advances، أحدث التقدم التكنولوجي. ودلوقتي العلماء دورهم هام في مشاكل المجتمع. الجملة دي برضو مفيدة. Scientists try to develop، يطور مصادر طاقة مثل solar and nuclear energy، الطاقة الشمسية والطاقة النووية. طبعا عشان كورونا برضو دي ممكن تبقى مهمة. There are some rules of hygiene، اللي هي النظافة الشخصية. The simplest أبسطها to wash your hands، to wash your hands before eating to keep health. طبعا دي بتدي قوة فائقة لحكمة الحكومة والرئيس في تنفيذ الحكومة المشروع قناة السويس، دليل واضح على إصرار المصريين على بناء وطنهم. تنفيذ carrying out، ممكن تقول لي erecting، كلمة جميلة قوي. setting up، establishing. But the government is carrying out the Suez Canal project. The Suez Canal project is دليل واضح بقى، a clear
evidence, clear evidence أو proof of Egyptian determination, إصرار determination to build their homeland، لأنها اتعملت في وقت قياسي أذى الجميع أو كل الناس في جميع أنحاء العالم. برضو مهمة جدا، it has been agreed، لقد اتفق على استضافة، hold كلمة استضافة أو عقد، the world youth forum منتدى شباب العالم annually سنويا، to suggest الاقتراح حلول comprehensive شاملة لمشاكل المجتمع. طبعا دي في منتهى الأهمية، annually سنويا forum منتدى comprehensive solutions حلول شاملة. اللي بعدها جميل قوي، بتتكلم عن الزيادة السكانية ولازم لها حل. statistics الإحصائيات شو ذات the rapid growth النمو in population creates بيخلق problems مشاكل in developing countries في الدول النامية. برضو دي علشان بناء المدن الجديدة اللي بتحاول انها تخفض الازدحام المروري. It's necessary to إعادة النظر، reconsider إعادة النظر، rethink of the population map، population map اللي هي الخريطة السكانية of Egypt أو Egypt population map instead of التكدس crowdedness. ممكن تقول لي اوفر كراودنس اون ذا بانكس اوف ذا ناين، ودي برضو روعه. ينبغي ان نستثمر جهد الشباب في استصلاح الصحراء لتحقيق الاكتفاء الذاتي. وي ماست انفست ذا يوث افورتس جهود تو ريكليم نستصلح ريكليم ذا ديزرت تو اتشيف ذا سيلف سفيشنسي ذا فود سيلف سفيشنسي. اتمنى انتوا ان شاء الله تكونوا استفدتوا، وان شاء الله في الحلقات القادمة هنتكلم برضو عن المشاكل الحالية. شكرا.